السلام عليكم متابعينا الكرام، جيناكم فيديو جديد وكتير حلو. انا عامل قناة جديدة على اليوتيوب، انا مشترك جديد، عندي قناة جديدة، تمام. حابب يعني اعمل بث مباشر. هو البث المباشر يفضل يكون انه انا عندي عدد ساعات محددة، عندي عدد مشتركين محدد، ولكن ما في مشكلة، انا بدي اعمل بث مباشر بس. ولكن انا مباشرة اذا فيني عجب نفوت مباشرة على البث المباشر أول ما فعل القناة، تعالوا نشوف سوا. طبعا كالعادة من جوجل كروم لازم نفوت، تمام، هذا شيء أساسي من جوجل كروم. يوتيوب، يعني أنا بدي فوت على اليوتيوب من إيش؟ من جوجل كروم، تمام. هلأ بضغط على الأيقونة الخاصة بقناتي كالعادة، استوديو يوتيوب، نقرأ يسار، تمام. هلا اجى على لوحه البيانات الخاصه فيني او على القناه الخاصه فيني، تمام. انا في عندي شغلتين، شايفين هالزر هذا هون انشاء، تمام، وفي عندي هالزر هذا كمان بس محتوى مباشر. انكتب، انكبست هذا، انكبست هذا، ما في مشكله. بضغط انا هون، تمام، بيعطيني مثلا خيارين، عجب بدي احمل فيديو، انا بقول له لا بدي بس محتوى مباشر، بضغط عليه، لاحظ شو بيعطيني، لا تتوفر امكانيه البث المباشر الان. ليش؟ لاني انا قناتي جديده، شو بدي اعطيه؟ تفعيل. انا مجرد ما اعطيته هون، اذا كنت انا لاحظ هون ماني مثبت الملكيه، شو لازم اساوي؟ بدي اثبت ملكيه، بقول له اثبات الملكيه، شو بيعطيني هون؟ بيعطيني رقم الهاتف، تمام. اما اذا كنت انا مثبت الملكيه، مجرد ما اضغط على تفعيل، انا مجرد ما اضغط هون شو بيعطيني؟ بيعطيني سيتم تفعيل البث المباشر خلال 24 ساعه، تمام. انا هون هاي القناه مثلا ما بدي افعلها عن طريق الهاتف هلا، انا اذا بدي فعله بكتب الرقم هون، طبعا بختار المنطقه من هون، البلد يعني بدي اياه، مثلا هون تركيا، بختار هون، بحط الرقم الهاتف، بعطيه الحصول على الرمز، بيجي الكود على رقمي، بفوته مباشره، بفوته هون وبتتفعل عندي القناه مباشره على خلال بث مباشر. مثل ما قلنا هذا هون، اذا انا دائما وابدا دائما بقول انه لازم انا اربط قناتي واكد ملكيتي من خلال رقم هاتف، وهيك بنكون انا فعلت المستوى، عفوا بكون فعلت البث المباشر. شكرا لكم ويعطيكم